سميره بغداد، رئيسه جمعيه جوسول للكاراتيه التايكواندو والايروبيك. احنا اليوم في مركز الرحمه لجمعيه رائد المسيره الخضراء للمكفوفين والمعاقين. هذه الحمله وكنقوموا بهذه الحمله لتصحيح وقياس البصر التي تدخل في اطار حمله استهدفت بدات في ثالث من هذا الشهر واستهدفت مدارس بجهه واد ذهب القويره، وكانت مدتها 15 يوما واليوم ختامه مسك. جئنا لهذا مركز الرحمة ليستفيد كذلك الأطفال والمستخدمين بهذا المركز. وبهذه المناسبة أخص بالذكر وأشكر السيدة مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين على دعمها الدائم لجمعيتنا ولجميع الجمعيات المتواجدة بإقليم والذهب، وأشكر كذلك مديرة المديرية للصحة مديرية الصحة، وأشكر كذلك النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، وأشكر جميع مدراء والحراس العامون والأساتذة وكذلك التلاميذ على التنظيم وعلى مساعدتهم لنا في طيلة هذه الأيام التي كانت فيها الحملة. وأشكر كذلك قناة الداخلة 24 على مساعدتها ومساهمتها معنا في هذا البرنامج لهذه الحملة. وبهذه المناسبة السعيدة في هذا اليوم المبارك أوجه تبريكات بالزفاف الميمون لصاحب سمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وبهذه المناسبة أصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء مكتب الجمعية ومسيرها ومنخرطيها، بهذه المناسبة بآيات ولائنا وإخلاصنا إلى السدة العالية بالله جلالة الملك محمد السادس نصره الله أن يحفظه في ولي عهده الأمير الجليل مولاي رشيد والأميرة الجليلة لالة خديجة وسائر أفراد الأسرة الملكة الشريفة، إنه سميع المجيب. أشكر هذا جمعية جوسور على هذا المبادرة، وكنشكر الناس على المبادرة الطيبة اللي جاونا من بلاصة بعيدة باش يشوفوا مدينة الداخلة، يشوفوا الناس ديالها الحالات على حسب العينين. وكنشكرهم بزاف وجاونا اليوم مركز الرحمة، وكنشكرهم بزاف جزيل الشكر. وكان يعني ناس مساكن داروا المجهود ديالهم كثير وناس طيبين وناس مفاهمة وناس كل شيء إن شاء الله، ويعني تفاهموا معنا بمجهود كثير وان شاء الله يا ربي يوفق لهم يا ربي. اسمي يعني مشكور مزيان الحمد لله.